عينيا الاثنين. حاضر. الاكونت بتاعها باسم ايه؟ خيال احمد. اكونت باسم خيال احمد. طلبت ان هي عايزه طريقه الجلاش الحلو وعايزه تعرف الطبقات بتاعه الجلاش ندهنها ايه. عينيا الاثنين. حاضر يا خيال. طيب اولا علشان نعمل جلاش كويس لازم يكون الجلاش طازه، دي حاجه مهمه جدا. مش شرط الماركه ايه، حتى لو هتجيبيه من عند الفطاطري المهم ان هو يكون طازه. لما بيتشال في الفريزر وبيطلع، ولو قعد في الفريزر عندك مده كبيره بتيجي تطلعيه من الفريزر تحسي حتى لو هو لقيتيه ان هو طري لكن بيبقى مكسر، تحسي ان الجلاشيه كده ناشفه معاكي. فنخلي بالنا من الموضوع ده. فنوع الجلاش والجوده بتاعته بيفرق جدا في العمل. طيب علشان نعمل بقى الجلاش كويس ويطلع معانا مورق، بصي يا ستي صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وشوفي هنعمل ايه. في جيبي لفه الجلاش ومحتاجه بسم الله نص كوبايه من السمنه او من الزبده وتكون مذابه، وهتحطي معاها شويه من الحليب، يعني مثلا نص كوبايه زبده مع ربع كوبايه من الحليب، وتحطي معاهم معلقه بيكنج باودر. تبداي تدوبيه كله مع بعض والسمنه تبقى دافيه ومذابه، وتبداي تدوبي الخليط ده كله مع بعض. الخليط ده بيدي توريقه حلوه قوي وما بيخليش الجلاشيه مكتومه. طيب بنجيب الصينيه بتاعتنا، سواء هتعمليه صوابع او هتعمليه صينيه مدوره او مربعه على حسب ما انت عايزه. بندهن الصينيه سمنه بس او زبده بس من غير الحليب والبيكنج باودر. وبعد كده بتمسكي الورق بتاع الجلاش تبداي ان انت تدهني كل ورقتين مع بعض، كل ورقتين ما بين كل ورقتين تدهنت الخليط بتاعنا. ليه مش كل ورقه وورقه؟ علشان ما يبقاش سمنته كتير وتحسي ان هو بينز معاكي كده. فكل ورقتين بينهم دهنه بسيطه من الخليط بتاعنا، لحد ما بتخلصي مثلا نص الكميه. لو انت عايزاه محشي بتعملي خليط من السوداني او المكسرات او ايا كان، بس زودي على الخليط معلقه كبيره من السكر ومعلقتين من الميه. اضربي الخليط كده كله مع بعض وقلبيه، علشان لما تقطعي الجلاش تبقى الخلطه اللي في النص ماسكه نفسها، ما تبداش ان هي تفرول منك وتقع. حطيتي الحشوه، بعد كده حطيتي كل طبقتين برده بينهم دهان، وعلى الوش قبل ما بتدهني الوش بتبداي ان انت تقطعيه سمبوكسات، مربعات، مثلثات زي ما انت عايزه، وبتبداي برده دهنه خفيفه كده على الوش. بيدخل الفرن تبدا الطبقات بتاعته تورق معاكي، تبدا تكون مستويه من جوه، مش بتاكلي عجين، طلع ساقتيه شربات. الجلاش بيبقى سخن والشربات بيكون السمك بتاعه متوسط وبارد. الجلاش سخن والشربات بارد، بيطلع معاكي زي الفل وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. عايزاه ساده طبعا بتشيلي الحشوه اللي في النص وبتبداي ان انت تكملي بقيه الطبقات وهيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. طيب لو انا مش عايزاه صينيه وعايزاه رولات اعمل ايه؟ بتمسكي ورقه الجلاش بتقسميها اتنين اتنين مش ثلاثه علشان يطلع معاكي الصباع مالي مركزه كده، بتقسميها اتنين. ولو انت هتحطي حشوه بتعملي برده الطبقتين الطبقتين بينهم سمنه بسيط مع خليط الحليب والبيكنج باودر، وتحطي خلطه خفيفه برده من اللي احنا عملناها، وتقفلي الجوانب. عايزاكي تقفلي الجوانب وتبداي تبرمي، وعند اخر اللفه كده تروحي دهنيها سمنه وتلفيها، وتحطي الاصابع كلها متساويه يكون طول واحد. علشان كده بقول لك اعملي لفه الجلاش على اتنين، بترصيها في الصاج والصاج يكون مدهون سنه كده من السمنه الخفيف. بيدخل الفرن ما بياخدش وقت خالص، يا دوب من 8 دقائق ل 10 دقائق بيبدا ياخد اللون معانا ويبقى الفرن سخن طبعا. بتطلعي تسقيه من الشربات البارد وصحتين وعافيه على قلبك. طيب ده لو مكسرات، ولو ساده يبقى نفس النظام. لو عايزه تعمليه اللي هو القشطه، بنعمل القشطه الكدابه اللي هي عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن حليب وبنحط معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا ومن غير سكر. بحط السكر، ممكن تزودي سنه فانيليا علشان بس تدي ريحه حلوه كده. بتحطي الحليب مع النشا مع الدقيق، تبداي تقلبيه لحد الخليط ما يبدا ان هو يتقل معاكي. بتحطي مثلا ميه ورد او الفانيليا زي ما قلت لك، بتغطي الوش بتاعه بكيس ثلاجه بس يبقى لازق في الوش كده علشان ما تنشفش منك وتشقق، وتسيبيها تبرد خالص. بعد كده لما بتبرد بتبداي تقلبيها وتحشي بيها الجلاش، وبرده تقفليه من الجوانب، او لو هتعمليه طبقات هيطلع معاكي زي الفل. كده يبقى احنا اتكلمنا عن الجلاش الحلو سواء ساده او محشي او صوابع، محشي مكسرات او محشي قشطه كدابه. يبقى كل ده احنا قلناه النهارده في وصفه الجلاش، وصحتين وعافيه على قلبكم. نروح بقى نشوف كلام حبايبنا واسئلتهم اللي موجوده معانا، ونشوف رغده محضره لنا ايه علشان ننزل المقادير على الشاشه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم ببسط انا، يعني النهارده اليوم الوحيد اللي ما فتحتش فيه الصفحه الصبح وشفت كلامكم. بصراحه رغده هي اللي فتحت، انا لسه فاتحه دلوقتي لسه فاتحه دلوقتي البوست بتاع الفيسبوك علشان اشوف الكلام الحلو.
طيب ساره محمود، يعني انا عايزه اقول لكم الفانزات بتاعتنا او متابعينا او حبايبنا، هو انا ما بعتبرهمش ولا فانزات ولا متابعين، لا هم حبايبنا من كل مكان، بيبقوا دايما متابعينا. بتلاقي الكومنتات بتاعتهم هي اللي ظاهره في الاول. طيب ساره محمود، صباح العسل والورد والياسمين عليكي يا اجمل واحلى شيف في الدنيا، ربنا يبارك لك دايما في حياه ويديمك دايما في حياتنا يا رب، ما تحرمش منك يا ساره. عمر خالد شيف المستقبل. طيب ماشي يا عمر، بصوا قايل ايه النهارده، هو المره اللي فاتت برضو قال جزء من المقدمه اللي انا بقولها، النهارده بيقول ايه، نبدا بقى نشوف كلام حبايبنا. هو فعلا انا دايما بقول كده، نبدا بقى نشوف كلام حبايبنا. عدلت الكومنت اول ما عرفت ان استاذ حمدي موجود، ربنا يبارك فيه ويسعده، هو عارف اني بعزه جدا. دعوه حلوه منك بقى النهارده، تاني يوم امتحان، سبحان الله. والله هو البوست بشوفه في وشي اول ما بقلب في الفيس، يا رب تكوني بخير وسعاده ويكرمك يا شيف نونا. صباح الخير. صباح الفل عليك يا شيف عمر شيف المستقبل، بيسلم عليك يا حمدي. طبعا سمعتي كلامه الجميل، حمدي بيسلم عليك وبيقول لك ولك بالمثل، ربنا يا رب يكرمك ويسعدك يا رب ويوفقك كده ويثبت اقدامك، والنهارده يا رب يكون ان شاء الله باذن الله الامتحان سهل عليك ونفرح بيك كده وبنجاحك ان شاء الله وتبقى احسن شيف في الدنيا كلها. فرحه محمد، صباح الخير يا مولاتي الاميره يا برنسيست الشيفات، ده كتير عليا والله الكلام ده، يا ملكه المطبخ، يا نهار ابيض مره واحده، يا فراشه بي ان سي فود يا اقوى شيف في مصر، صباحك هنا وسعاده ويومك جميل باذن الله. عايزه اقول لك يعني كلامك على راسي يا فرحه والله العظيم، ربنا يوفقك يا رب يا روح قلبي، ومن نجاح لنجاح يا رب، وانا بحبك قوي وبعشقك قوي وبموت فيكي قوي قوي، انا كمان بحبك ويكبر بخاطرك يا رب على الكلام الحلو ده. الساجده لله، عايزه طريقه عمل الكريم كراميل. طيب الكريم كراميل احنا لسه كنا عاملينه واحنا عاملين قدره قادر، ممكن تجيبه لنا يا رغده؟ هننزلك، احنا طبعا كنا عاملين قدره قادر وعاملين الكراميل على ايدينا وعاملين الكريم على ايدينا، فخلي رغده هتجيب الجزء بس اللي هو بتاع الكريم كراميل مش الكيك. هننزله ليكي حاضر، الساجده لله عنينا الاثنين. ام موده بتقول ربنا يخليكي لينا ويحفظك يا احلى نونه في العالم، والله متابعاكي واستفدت من خبراتك. ام موده من السودان، على راسي من فوق واحلى تحيه لاهل السودان. هند حسن بتقول حبيبتي يا شيف نونه، ممكن تدعي لي وكل حبايبك ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. الله يرزقك ويرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه ويجعل ولادكم برين بيك، اللهم امين. ميرو عبده بتقول حبيبه قلبي، ممكن تدعي لي انت وكل حبايبك ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق، اللهم امين. سندريلا بتقول صباح الهنا وقسما بالله بعشقك، انسانه كلها ذوق وشيك، ايه الجمال اللي انت فيه النهارده، ده عيونك اللي حلوه والله بجد، والله بحبك قوي، ممكن تقولي لي اعمل الاجنحه بتاعت الفراخ الكوكي ازاي؟ عيوني ممكن اعرف الطريقه، والكبده البانيه واحلى بالرده ولا بالبقسماط؟ على حسب الذوق يعني، هي طبعا بالرده ليها طعم وبالبقسماط ليها طعم خالص، وبالدقيق ليها طعم تاني خالص او تالت بقى، بس عينيا الاثنين حاضر. طيب الاجنحه بتاعت الفراخ زي الكوكي، طيب اولا بنجيب الاجنحه، الجناح بيبقى فيه قطعتين اللي هو الكتف بالجناح، بنشيل الحته بتاعت اللي هي الجناح اللي هي الريشه الرفيعه دي بنشيلها، لان حتى لو انت بتعملي فراخ بس دي لازم تكون متشاله علشان بتخلي الفرخه زفره، فاللي هو الريشه الرفيعه دي بنقطعها خالص وبناخد اللي هو الكتف بس. طيب بتمسكيهم تغسليهم كويس جدا وبتنقعيهم في ميه وملح لمده ساعه ونص او ساعتين، ليه؟ علشان انا عايزاكي لما تيجي تقليها العظم من جوه ما يبقاش فيه دم، وخصوصا لو انت هتعملي زي الكنتاكي بالظبط او اللي هي الفراخ البروستد ايا كان سواء اجنحه او غيره، تتنقع في محلول الميه بالملح من ساعه ونص لساعتين علشان الاجنحه من جوه او العظم من جوه ما يبقاش فيه دم. طيب بنعمل ايه بعدها؟ بعد ما بتغسليها وبتنقعيها كويس بروح مصفياها في مصفى، عايزاها تتصفى خالص من الخليط بتاعها او من الميه اللي كانت منقوعه فيها، وبروح جايبه ايه؟ بعمل خليطين، الخليط الاولاني بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن دقيق ومعاه مستردة ومعاه كوبايتين من الميه او كوبايه لبن رايب، بتطلع هايله 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 مش قادره اقول لكم، يبقى خلينا في اللبن الرايب، بتحطي كوبايه كبيره من اللبن الرايب وقصادها كوبايه من الدقيق، بتحطي التوابل الحلوه بتاعتك، مكعبات المرقه الفوريه، ويا سلام بقى لو استخدمنا مكعبات ولو استخدمنا المرقه الفوريه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض هتديكي تطعيمه هايله. طيب بتحطي المرقه الفوريه، بتحطي بابريكا، بتحطي شويه من الكاري بس مش كتير عشان انا عايزه لونها يبقى محمر ما يبقاش مصفر شويه، ولو بتحبيها سبايسي يبقى هتحطي شويه من الشطه، بتحطي توم باودر، بتحطي بصل باودر، عايزه كل المكونات تكون باودر، مش عايزه حاجه تكون محببه، توم باودر وبصل باودر علشان ما نحطش الاساس بتاعهم ويبقى محبب على الجناح او على الفراخ لو انت هتعمليها فراخ. طيب بنقع ده كله فيها
قبليها بخمس ست ساعات علشان تشرب منها، وعايزاكي تدي تغريزه كده للجناح او للفراخ اللي انت هتعمليها عشان انا عايزه الخلطه تشرب من جوه. طيب بعد ما نقعناها او تنقعيها من بالليل بتيجي بقى تاني يوم هي منقوعه في الخليط اهو، ببقى محضره الزيت على درجه حراره متوسطه بس اسيبه يسخن، والحاجه اللي انت هتقلي فيها انا عايزه يكون ليها غطا، سواء بقى طاسه، ويفضل ان هو يكون حله، يفضل ان هو يكون حله وكميه الزيت تبقى مغطيه حته الفراخ، مش عايزه ان انت تبقي حاطه الزيت في طاسه وتبقى حته الفراخ من هنا موجوده في الزيت والناحيه اللي فوق مش نازله في الزيت. فعشان كده بقول لك يفضل ان هي تكون حله بالغطا بتاعها تبقى ممتازه. بنحط فيها الزيت نملاها مثلا نصها كده، وبتبداي ان انت تحطي فيها الزيت وتخليها على درجه حراره متوسطه، عايزاه يسخن لكن ما يغليش، تمام؟ بتروحي على ما يسخن بتروحي واخده الحاجه الفراخ اللي انت عاملاها او الاجنحه من الخليط، وتكوني ماسكه كيس فيه دقيق او شنطه بيضة او كيس ثلاجه كده، بتحطي فيه دقيق وبتحطي فيه نشا وبتحطي فيه بيكنج باودر. خلوا بالكم اللي انا بقوله، دقيق ونشا وبيكنج باودر، الثلاثه دول مع بعض، وبتحطي معاهم التتبيله اللي انت حطيتيها فيها زي ايه؟ بصل باودر وتوم باودر وشويه من الملح وبابريكا وشويه من الكاري صغنانين خالص والشطه، كل ده في الدقيق مع النشا مع البيكنج باودر. بتاخدي الحاجه من الخليط ده بدل ما تصفيها من الخليط اللي هو السايل اللي معمول فيه اللبن الرايب، تبداي تحطيه في الكيس تبداي ترجي، الرجه دي بتديكي النعكشه والتغليفه مش العشوائيه اللي احنا بنشوفها في البروستد. بترجع بعد كده بتروحي واخداها منزله في الزيت ياخد وتغطي، بيستوي على نار متوسطه، استوى بتيجي تفتحيها من جوه تلاقيها مستويه من بره من جوه، العظم ولا في دم ولا في اي حاجه، وحته الفراخ بتبقى مستويه زي الفل. الكلام ده بيمشي على الاجنحه وعلى الفراخ سواء دبوس او فخد زي ما انت عايزه. طيب انا حاضر. مدام ناديه اسكندريه بتتصل عليا دلوقتي، هي ما عرفتش توصل للهوا. طيب حاولي تتصلي على البرنامج يا مدام ناديه، نوراني والله العظيم حبيبتي. اتكلمنا وقلنا السندريلا على الاجنحه والفراخ البروستد عموما للي عايزها. طيب الكبده البنيه احلى بالرده والبقسماط وفي كمان بالدقيق، احنا ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء يديني ويديكم العمر هنعمل حلقه كبده ومخ، ونشوف بقى الاشكال والالوان بتاعتها بتتعمل ازاي، سلطه اللسان عصفور، سلطه الكبده، كل دوت ان شاء الله باذن الله هنعمله يوم الاربعاء يديني ويديكم العمر. يسر ابراهيم بتقول صباح الخير والسعاده، انا عاوزه اعرف طريقه الحمام المحشي رز. يوم الخميس ان شاء الله عندنا حمام، يعني الحمد لله ان اكتريه الحلقات او اكتريه الطلبات اللي انتوا طالبينها النهارده باذن الله على مدار اسبوع. بكره عندنا ان شاء الله كفته رز، هنعمل الحمراء والبيضة. يوم الاربعاء ان شاء الله عندنا كبده بالرده وكبده بالبقسماط وكبده بالدقيق ومعاهم المخ وسلطه الكبده. يوم الخميس ان شاء الله عندنا حمام محشي، وهنشوف هنعمل ايه كمان جنبيه، وخلوها مفاجاه. طيب اكونت باسم متول كامي بتقول صباح الخير حبيبتي يا شيف نونه، معاكي كاميليا من الجزائر، صباح الهنا على اهل الجزائر. جربت العديد من الوصفات ديالك وراني بتفرج عليكي، وجربت وصفه الكيك المعتمده، حتى انا ولات عندي معتمده، يعني هي بقت كمان هي عندها كمان معتمده. حبيت نسمع مسج بتاعي على الهوا، اتشرف اني عرفت القناه وبشكر كل الشيفات الموجوده في القناه وكل المجهودات المبذوله من طرف جنود الخفاء، طبعا يعني لولاهم ما كناش طلعنا على الشاشه دي. وكل المجهودات المبذوله من طرف جنود الخفاء القائمين على تالق القناه وتميزها بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ مش مصر بس وانما اقوى قناه طبخ في العالم كله، يعني بنحبكم بالزاف يا حبيبتي. كاتبه كمان كاميليا اوف ماي سكند فاميلي، ان هي احنا بالنسبه لها عيلتها الثانيه، ده شرف لينا والله العظيم، على راسنا بجد، على راسنا وكلامك على راسي. يوسف مك، عندي بسكوت بتاع العيد ومش عارفه اعمل بيه ايه، ممكن وصفه سهله وبسيطه، بحبك جدا، بارك الله فيكي وجزاك الله خيرا. طبعا ده في كذا وصفه لبسكوت العيد. طيب كل اللي انا عايزاه من حضرتك، حضرتك هتجيبيه وتروحي ماسكاه حطاه في الكبه وتطحني، عايزاه يكون بودر ناعم. بصي بقى يا ستي عدي معايا، ممكن نعمل بالبسكوت ده تشيز كيك، وطبعا عملنا ثلاث اصناف من التشيز كيك والثلاثه كانوا احلى من بعض ما شاء الله عليهم. ممكن نعمل بيه سويس رول،
يعني ايه سويسرول يا نونا؟ يعني ممكن ان احنا نمسكه ونحط معاه ربع كوبايه من الحليب المكثف او من الشوكولاته ونعجنه كويس جدا مع بعضه، وبعد كده اروح فرده كيس ثلاجه وافرده عليه واروح حاطه الكره نفسها عليه واحط كيس ثلاجه ثاني، وبالنشابه ابدا ان انا افرده مربى او مستطيل، وابدا ان انا احشيه كريمه او احشيه مكسرات او احشيه مربى او احشيه فاكهه، وابدا ان انا الفه بالكيس زي ما هو معمول كده، واروح برماه من ناحيتين واشيله في الثلاجه لحد ما يمسك خالص مع بعضه، وابدا ان انا اطلعه اقطعه احط عليه صوص شوكولاته من فوق، احط عليه حبه مكسرات، بقى عندنا صنف حلو. يبقى قلنا ايه ممكن نعمله؟ قاعده للتشيز كيك، ممكن نعمله رولس وسرول بالبسكوت، ممكن كمان نعمله ايه؟ نعمله كيك بوكس، ان احنا بعد ما يتفرم نحط عليه شوكولاته خام مذابه بيضه او بني وشويه مكسرات وندعكهم مع بعض، نبدا ان احنا نكوره مع دهنه خفيفه كده لايدينا بالميه او بالزيت علشان يتكور بكل سهوله، نبدا نحطه في الثلاجه شويه يمسك، بعد كده نطلعه نغطسه في شوكولاته او نغطسه في مربى ونبدا نزينه بجوز هند او مكسرات. بقى عندك صنف كمان حلو، ليه اصناف كتير بصراحه هيطلع معاكي زي الفل. ساندي بتقول سلفانا صباح الفل والياسمين على احلى شيف نونا، عايزه اعمل تهنئه لتيتا والماما والبابا والبسنت والساندي، عايزه طريقه عمل كيكه البرتقال. احلى تحيه لتيتا والماما يا ساندي والبابا والبسنت، وساندي كمان احلى تحيه ليها، صباح الفل عليكم. طيب كيك البرتقال يا ساندي، نفس مقدار الكيك اللي احنا عملناه النهارده ممكن تعمليه وتروحي شايله كوبايه الحليب وتحطي مكانها كوبايه عصير برتقال، ممكن تشيلي الفانيليا وتحطي بدلها بشر برتقال، ممكن تشيلي كوبايه الحليب وتحطي بدلها كوبايه اللي هو الصودا بالبرتقال اللي هي زي اللي هي المياه الغازيه اللي هي لون بطعم البرتقال، دي هتديكي هشاشان حلو قوي وتطعيمه ممتازه جدا. شيلي الكاكاو، شيلي الكاكاو وشيلي الحليب، حطي عصير برتقال، حطي بشر برتقال او الصودا بالبرتقال، هتبقى حلوه جدا الكيكه دي بجد يا جماعه والله العظيم، النتيجه بتاعتها بتبقى هايله في كل حاجه ما شاء الله عليها. يعني هالة فريد، على فكرة أنا ماليش أي طلبات غير إني أقول لك أنتِ وحشاني على طول يا أطيب شيف وأحن شيف، ربنا يخليكي ويخلي أولادك وتفرحي بيهم يا رب، ما تحرمش منك يا هالة على راسي من فوق والله كلامك ده، تسلميلي. خيال أحمد أهو الأكونت الكومنت بتاعها أهو، أنا قلت لها على الجلاش. نادي عمر بتقول حبيبة الكل جزاك الله كل الخير على أي حاجة بتقدمها لنا، ما مخليانا محتاجين أي حاجة، لكن منا كل الحب والتقدير، على راسي من فوق يا حبيبتي منوراني دايما. زينب ياسين ازيك يا شيف نونا، أنا بحبك قوي قوي، ضروري يا شيف لو سمحتي نزلي لي مقادير الكيك اللي عملتيها النهاردة، عينينا الاتنين، نستأذنك يا حمدي ممكن؟ ممكن مقادير الكيك اللي احنا عملناها النهاردة؟ يا حبيبتي دي كاتبه كومنت، بسم الله الرحمن الرحيم، الله واحد مالوش تاني، تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. عينيا الاتنين، عينيا الاتنين، تنزل لك المقادير حالا يا زينب، عينيا الاتنين. مقادير الكيك النهارده اللي عملناه على الشاشة، ممكن يا رغدة نشيل كلمة مثلثات؟ أشكال الكيك، أو أشكال الكيك، أو الكيك الأشكال أيا كان، لان احنا عاملين المدور وعاملين المربع وعاملين المثلث، فحرام ان احنا ندخلها في اطار واحد. عملنا ايه؟ كوبايتين ونص من الدقيق، اربع بيضات، كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه حليب، باكت فانيليا وباكت كامل بيكنج باودر، ثلاث معالق كبار من الكاكاو الخام. للكيك الابيض شلنا الكاكاو وخلينا مقدار الدقيق زي ما هو، لكن لو عايزاه الكيك الشوكولاته هنحط مقدار الكاكاو. معايا ايه كمان للتزيين؟ استخدمت شوكولاته دارك بيضه وشوكولاته خام بيضه وشوكولاته دارك، استخدمت كمان اللي كان عندنا، لقيت صوص فراوله، لقيت صوص كراميل، ايا كان اللي موجود. مش عايزه تستخدمي شوكولاته دارك وشوكولاته بيضه، هاتي الخلاط الحلو بتاعك حطي فيه كوبايه من الزيت، كوبايه من الحليب، كوبايه من السكر، وزودي معاهم نص كوبايه من الكاكاو او معلقتين ثلاثه كبار كده يكون كاكاو خام، اضربيهم كويس جدا مع بعض، بقى عندك صوص شوكولاته خفيف ممكن ان انت تغطسي فيه حروف الكيك وتبداي تزيني بيه. طيب عملنا ايه؟ ما عنديش يا نونا مكسرات ولا عندي جوز هند ولا عندي الوان ولا عندي اي حاجه خالص، مفيش اي مشكله، اعملي الخليط بتاع الكيك وابداي بعد ما تقطعيه اللي هيفضل منه، لو هتعملي صاج ابيض وصاج بني اللي هيفضل منه هتبداي تاخديه وتفرميه في الكبه، هيديكي خليط ناعم هيطلع معاكي زي كده اللي على الحروف ده كده، ده مش مكسرات. استاذنك يا حمدي هاتوا معايا اللي على الحروف دي، دي مش مكسرات، دي كده مش مكسرات، اللي على الحرف ده مش مكسرات، ارفع كده، ده كده مش مكسرات، ده الزوايد بتاعه الكيك، شايفين المنظر عامل ازاي؟
الزوايد بتاعت الكيك، ضربناها مع بعض في الكبه طلعت لنا ابيض وبني بالشكل ده كده، وغلفنا بيها. ده مقدار الكيك اللي عملناه النهارده، عملنا التزيين منه فيه بمعنى اصح زي ما بنقول كده. مروه سمير بحب اتفرج عليكي قوي، بحبك جدا يا احلى شيف على راسي يا مروه، نورتيني. بسرعه كده، طيب ناخد سؤال كمان. حنان علي سعيد بتقول صباح الفل يا شيف نونا، انا بحبك جدا، انا من السودان على راسي من فوق، متابعه برنامجك وبطبق الحاجات اللي بتعمليها، تسلم ايدك وصحتين وعافيه على قلب. مكونات الكيك بتختلف من مقاسات الصينيه؟ اه طبعا، الكيك اللي انا عاملاه النهارده ده عاملاه يكفي صينيه 24، يكفي صينيه 24، هيطلع معاكي زي الفل علشان يطلع معاكي عالي. طيب نونا انا ما عنديش مقاسات للصواني وما بعرفش فيها، اعمل ايه علشان يطلع معاكي الكيك عالي؟ لو انت هتعمليه في صينيه مدوره عشان يطلع معاكي عالي هتعملي ايه؟ الخليط بتاع الكيك لازم يكون موجود في نص الصينيه، موجود في نص الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم، بصي يا حمدي، بسم الله ما شاء الله، يكون موجود الخليط، يكون في نص الصينيه او ازيد من النص بحاجات بسيطه. طيب لو اوسع يا نونا او مقدار الكيك طالع رقيق كده ورفيع هيديكي كيكايه رفيعه كده، مهما تحطي مهما تحطي معليات او اللي هي مواد رفع زي مثلا الكربونات او البيكنج باودر مش بكترها، يعني انت اصلا ممكن تحطي كتير هيديكي كيكايه، هتلاقيها في الفرن عاليه وتمام وزي الفل وتقولي ياه ده انا مبسوطه قوي بنفسي ان هي طلعت العلو ده، واول ما تطلعيها من الفرن كل ده هتلاقيه هبت ونزل ملوش اي لازمه، فنلتزم بالمقدار. طيب انا يا نونا عايزه دلوقتي ان هي يكون المقدار ده بس في صينيه، وعايزه اعلى، الصينيه كبيره وانا عايزاها تكون عاليه، ضعفي المقدار على طول، ضعفي المقدار على طول هيطلع معاكي زي الفل. بصي يا حمدي، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين المنظر؟ بص المنظر عامل ازاي، شايفين ما شاء الله عليها كيكاية هايلة دي اللي احنا لسه عاملينها مع بعض دلوقتي.